طب دلوقتي في حاجة تانية قبل ما اخش في حتة الدوري الممتاز، انت كنت قلت لي ان انت درست اللي هو تسويق رياضي اسمه بالظبط كده، تسويق رياضي بالظبط ورحت ريال مدريد ومش عارف ايه والكلام ده كله، بالظبط. رحت يعني مدريد البلد ولا رحت مثلا اكاديمية او مدرسة هناك او بص، بتاعت ريال مدريد؟ يعني احكي قول لنا القصة دي كانت عاملة ازاي. هو باختصار، انا طبعا بما اني باك جراوند بتاعي اصلا كله كوره، انا كان بالنسبه لي مهم جدا ان انا ادرس الجزء التسويقي من الكوره. فدرست برضو، قعدت 4 سنين درست في امريكا الباتشلر بتاعتي او البكالوريوس في التسويق الرياضي. بعد كده قعدت سنه ونص مع ريال مدريد، عاملين شراكه مع الجامعه الاوروبيه في مدريد، يوروبيان يونيفرستي في مدريد، اوكي بيقدموا الماجستير او الماسترز بتاع التسويق الرياضي. فمن هنا جت برضو شويه الحاجات اللي اتعلمتها، بنحاول ان احنا نطبقها في نطبقها شويه لحد ما على قد ما نقدر. تمام. واحنا كنادي هنا عامه، حتى بوينا محمد طويله وشادي كان دايما، واحنا كلنا مع بعض دايما بنحاول نقدم ونحقق حاجه مختلفه شويه اكتر من مجرد تمرين وماتشات وكده. يعني فور اكزامبل اديك برضو كم مثال على الحاجات اللي عملناها في خلال 10 سنين اللي فاتوا. ان احنا في سنه من السنين، من 3 سنين، خدنا الاولاد كلهم اسبانيا، قعدوا في مربيه لمده شهر، وجي يوم من الايام لويس سواريز قعد معاهم يوم كامل في الملعب واتمرن معاهم. وكان يوم، كان يوم يعني بالنسبه للناس. يا ريتني كنت صغير في السن عشان يا ريتني كنت من نجوم. فاعتقد دي حاجه من الحاجات. برضو مانويل جوزيه من الاسامي العملاقه في تاريخ الكوره في مصر، مدرب النادي الاهلي، جه قعد معانا هنا كخبير فني ومستشار فني للنادي لمده 6 شهور. واللعيبه الصغيره كلهم قعدوا معايا بقى كلهم طبعا، وكان بالنسبه لنا اكسبيرينس كبيره جدا. من الحاجات التانيه برضو اللي احنا فخورين بيها، ان جه سفين جوران اريكسون مدرب منتخب انجلترا، جه قعد برضو مع اللعيبه يوم كامل. ايه تيري اونري في سنه من السنين. فاحنا دايما بنحاول ان احنا نقدم حاجه مختلفه شويه عن المتعارف عليه او الناس التقليدي اللي بنعمله فعلا. طيب هو كان في اللي هو استاذ علاء ده راجل هنا يعني قابلت اتعرفت عليه بقاله 15 سنه قايم بالموضوع من اول ما ابتدى خالص لحد دلوقتي، وهو اللي خلى الفيديو ده اصلا كمان الماتيريال اللي هتشوفوها هو اللي يعني طبعا ظبطها كلها واداها لي عشان احطها في الفيديو، فطبعا لازم نشكره. لا يعني طبعا راجل مخرج قديم. كان بيقول على حته روي كين وجيجز بالظبط ايه اللي حصل، يعني هم التانيين سواريز وكده جم هنا؟ لا جم في اسبانيا، المعسكر بتاعنا في اسبانيا. اوكي. روي كين اكشلي احنا في تاني سنه، كل سنه من السنين بناخد احسن 25 تالنت اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده في السنه، وبنسفرهم بره مصر بيعملوا زي معايشه في الانديه الكبيره. فراحوا خدناهم في سنه 2004 و2005 مانشستر يونايتد، وقعدوا يوم كامل او يومين مع راين جيجز وروي كين ساعتها من اللعيبه. طبعا اكيد اي حد اتفرج على الكوره عارف مين دول. انا كنت بشجع مانشستر ساعتها، ايام سكولز وراين جيجز. طبعا هو ده الجيل، هو ده الجيل جاري نيفل ويعني بالظبط ديفيد باكم واللعيبه دي كلها. فراحوا قعدوا يوم كامل مع روي كين وراين جيجز، وكانت بالنسبه للعيبه اكسبيرينس كبيره جدا. وعلى فكره من الجيل ده اللي كان متسافر ساعتها لعيبه كبيره دلوقتي زي حسين السيد واحمد حسين السيد مدافع مارسيلو بتاع النادي الاهلي، وطبعا مدافع وجول كيبر نادي الزمالك احمد الشناوي، ولاعيبه تانية كانوا من الجيل اللي طلع ساعتها مانشستر يونايتد. يعني حاجه تهريج. بص يعني لما بيعدي تايم لاين وتشوف كل الحاجات اللي حصلت في خلال 15 سنه اللي فاتوا، بتلاقي ان احنا في الاخر قدرنا ان احنا الى حد ما مع الشركه الراعيه، مع وزاره التربيه والتعليم، مع النادي هنا، نقدم حاجه حتى لو بسيطه للكره في مصر، وقدرنا نساعد ان احنا الدنيا يعني تتطور شويه بشكل مختلف. طب دلوقتي انت دخلت الدوري الممتاز خلاص، ايه الخطه يعني او الخطه بتاعت النادي؟ انا عارف ان هو طبيعي ان انت مثلا عايز تكسب الدوري، ايه الفرق بينك وبين اي حد هيبقى مثلا بين النوادي الثانيه؟ او لو حد مثلا عايز، انا دلوقتي في واحد من الناس اللي بتتفرج مثلا عايز يلعب الناشئين او عايز يعمل اختبارات او كده، ايه اللي هيخليه يفكر يجي نادي نجوم المستقبل بدل مثلا ما يروح يقدم في الزمالك او الاهلي او اي حد او المقاولين ايا كان؟ بص هقولك، اولا انت سالت سؤال مهم قوي، احنا ايه الحاجه اللي عايزين نحققها كنادي؟ احنا في 2007 لما اسسنا النادي كان الهدف ان احنا عايزين نقدم حاجه للكوره مختلفه شويه. أوكي. عايزين نعمل حاجه مختلفه. طول عمرنا بنشوف الكوره في اوروبا بتتم ازاي من كل النواحي، مش بس من ناحيه الكوره، من ناحيه حتى التسويق، من الفان اكسبيرينس في الملعب، من كل النواحي. بما ان احنا في دوري ممتاز، طبعا احنا هدفنا مش ان احنا ننافس على الدوري، لان ده هدف مش واقعي في الوقت اللي احنا الحالي اللي فيه. الاهلي والزمالك كانوا في الدرجه الرابعه، وصلوا الثالثه الثانيه الاولى بالزبط. فدلوقتي هدفنا ان احنا نفضل في الدوري الممتاز، نفضل في الدوري الممتاز، ومش بس نفضل في الدوري الممتاز، لان ده اعتقد امبيشن ضعيف شويه.
ان انت تفضل في دوري ممتاز وتعمل شكل كويس مختلف، حاجه تقدم حاجه جديده للكوره، وان انت تطلع ان في خلال 3 4 سنين ان يبقى عندك ان شاء الله قدره انك تنافس في افريقيا. تمام. انك تنافس صعود لافريقيا اللي هو احسن 4 فرق في الدوري الممتاز. فممكن يكون الهدف مثلا يبقى الرابع. الرابع بالظبط في خلال 3 سنين دي الخطه ان شاء الله. السنه الجايه راجع الجمهور، فاحنا عندنا ان شاء الله برامج كتير قوي للفان اكسبيرينس، او المشجع هيجي هيقضي يوم عامل ازاي في الملعب، سواء مشجع بتاعنا او مشجع مثلا لو بيلعب قدام الاهلي والزمالك هيقضي يوم عامل ازاي في ان بي اي، لو في امريكا بالذات تشوف الناس بتعملها ازاي قبل الماتش وفي وسط في الهاف تايم الناس بعد الماتش. في النص بتلاقيها بتهزر بتغني بتاع في حاجات بتحصل. مش الموضوع مش عشان بس برضو الناس تبقى يعني سؤال ممكن يفتكروا انه مثلا هيبقى اسفاف او بتاع او حاجه لا يعني هيتعمل بشكل اللي هو راقي جدا طبعا. والحاجات عامه لما يعني الناس بتبقى نفسها، وانا عرفت كده من الفيديوز ان الناس لما بتوري لهم مثلا حاجه حلوه انت بتبقى فاكر ان هي يا عم ما حدش هيفهم الحاجات دي بالزبط. ما حدش هيروح، ما حدش هيقدر، انت بتوريهم الحاجه بتلاقي ان هم بيقدروا هم اخيرا في حد ادانا الحاجه دي بالزبط. فتبقى ممكن تبقى تجربه فعلا اللي هم المشجعين تبقى في تجربه تانية خالص هيتبسطوا بيها، يعني هم كمان هيساعدوك تعلى بمستواكم وانت تعلى بمستواهم بالظبط. وفي نفس الوقت برضه عايزين نقدم كره محترمه ان شاء الله. بنتعاقد اليومين دول مع مدرب اجنبي برضه، خبر ليك حصري. ان شاء الله مدرب اسم كبير واسم كويس قوي، واعتقد هيفيد بشكل كبير قوي الكوره عامه في الدوري المصري، وان شاء الله هيقدم حاجه مختلفه، كوره مختلفه تماما، كوره فيها شويه فنيات عاليه شويه. تمام. فاعتقد الكوره السنه الجايه هنقدم كوره ان شاء الله كويسه. طب هو امتى اول ماتش؟ اول ماتش يوم 3/8 ان شاء الله، ففي خلال شهرين هنتفرج بقى يعني لازم الناس تشجعنا شويه عشان نحاول ان احنا نعمل يا جماعه لو حد يتفرج على الفيديو ايوه حد يتفرج على الفيديو يتفرج بس على الماتش ويقول في الكومنتس هنا الماتش كان عامل ازاي ساعتها. يا ريت بالظبط يعني. هو عامه ما حدش هيتضايق، هيقول رايهم الحقيقي يعني بالزبط. اللي هو فعلا الماتش ايه، وانا هسالكم اصلا اقول لكم يا جماعه اخبار الماتش ايه، عجبكم الفريق مش عارف ايه، لو طبعا هم هيقولوا بقى رايهم انا مش بالظبط بالظبط. لا واحنا كمان يهمنا الاراء كلها بكل اشكالها يعني. ماشي مهاب، شكرا ان انت يعني استضفتني والله في الاكاديميه، انت اللي نورت. ده انا شكرا ان انا طلعت الفيديوهاتك، ده شرف ليا وشرف للنادي. وبجد اقول لك يا عم دول قاعدين بقى بيعملوا حاجات لبعض اصحابه وبتاع. ما بالظبط عادي، مش مشكله عادي. شكرا يا جماعه ان انتوا يعني اتفرجتوا ويعني استحملتوا لنا ومهاب في الفيديو. ميرسي ليك، ثانك يو، باي باي، سلام.